السلام عليكم سادس، اليوم حنبدأ في درس جديد بعنوان مصادر المياه غير الاعتيادية. احنا لما بلشنا بالوحدة شو حكينا؟ في عندي مصدرين من مصادر المياه، عندي مصادر المياه الاعتيادية وشرحناها، أخذناهم في الدرس السابق. اليوم رح نحكي عن مصادر المياه غير الاعتيادية. هلا من اسمها مصادر مياه غير اعتيادية، يعني ايش؟ يعني انه غير معتاد عليها. شو هي مصادر المياه غير الاعتيادية؟ عندي ثلاث مصادر مصادر المياه غير الاعتيادية. واحد، مياه الصرف الصحي المعالجة. واحد، اثنين، المياه الرمادية. وثلاث، تحلية مياه البحر. إذا مصادر المياه بشكل عام تقسم إلى قسمين، مصادر مياه اعتيادية ومصادر مياه غير اعتيادية. مصادر المياه الاعتيادية أخذناها، اليوم رح نحكي عن مصادر المياه غير الاعتيادية، وهي ثلاثة مصادر: مياه الصرف الصحي المعالجة واحد، اثنين، المياه الرمادية. ثلاث، تحلية مياه البحر. خلينا نبلش في مياه الصرف الصحي المعالجة. طبعا مياه الصرف الصحي المعالجة يا ثامن هي نفسها المياه العادمة. هي ايش؟ المياه العادمة. خلينا مع بعض نعرف ايش يعني مياه عادمة. عرف المياه العادمة يا سادس، هي المياه الناتجة عن الاستخدامات المنزلية والصناعية والزراعية، وتحتوي على ملوثات من مواد مختلفة. إذن كمان مرة عرف المياه العادمة، هي المياه الناتجة عن الاستخدامات المنزلية والصناعية والزراعية، وتحتوي على ملوثات من مواد مختلفة. إحنا هلا بنحكي عن أول مصدر من مصادر المياه غير الاعتيادية، وهي مين؟ مياه الصرف الصحي المعالجة. بعدين بنحكي عن المياه الرمادية وتحلية مياه البحر. طبعا حكينا أن المياه العادمة من وين بتكون؟ بتكون بتنتج من المنازل، من الصناعات، من الزراعة وإلى آخره. رح تنتقل هذه المياه العادمة من مصادرها، يعني من الأماكن اللي رح تتكون فيها مياه عادمة، لوين بينقلوها؟ بينقلوها يا سادس إلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي عن طريق شبكات. عن طريق شبكات، يعني مثلا إحنا عندنا في المنزل المياه العادمة اللي بتنتج عندنا من المنزل بنقلوها عن طريق شبكات معينة لوين؟ لمحطات المعالجة. طبعا كيف بدنا نعالج مياه العادمة أو مياه الصرف الصحي؟ تتم معالجتها يا سادس بثلاث مراحل. إذن يتم معالجة المياه العادمة بثلاث مراحل. المرحلة الأولى وتسمى معالجة فيزيائية، مهم نعرف اسم المرحلة واسمها. المرحلة الثانية المعالجة الحيوية، والمرحلة الأخيرة المرحلة الثالثة وهي المعالجة الكيميائية. خلينا نبلش في أول مرحلة وهي المعالجة الفيزيائية. إذن أول مرحلة بتمر فيها المياه العادمة هي المعالجة الفيزيائية. طبعا المعالجة الفيزيائية إنه فيها تترسب الحصى الصغير والمواد العضوية ذات الكثافة العالية عشان تتكون عندي مادة وهي الحمأة. إذن المرحلة الأولى بتجيبوا المياه العادمة وبحطوها في مكان وخلوها إيش؟ تركض، يعني بيخلوها تهدى فترة من الزمن. لما تهدى المي كل الحصى الصغيرة والمواد العضوية رح تترسب لوين؟ تترسب في القاع. هلا هذا القاع شو بتكون عندي؟ مادة تسمى الحمأة. عرف الحمأة، هي بقايا مواد صلبة مترسبة بعد المعالجة المياه. إذن كمان مرة عرف الحمأة، وهي بقايا مواد صلبة مترسبة بعد معالجة المياه. يعني بمعنى آخر المعالجة الفيزيائية إنه بخلوا المياه العادمة تهدى وتركض. لما تركض هذه المياه بتصير عندي إيش؟ الحصى الصغيرة والمواد العضوية بتترسب في القاع، بتتكون عندي مادة الحمأة. هلا المرحلة الثانية وهي المعالجة الحيوية. إيش يعني معالجة حيوية؟ إنه بيستعملوا فيها بكتيريا هوائية بتحلل إيش؟ تحلل البكتيريا الهوائية المواد العضوية إلى مكوناتها الأساسية. يعني مش المرحلة الأولى أنا تكون عندي مواد صلبة، المرحلة الثانية بيستعملوا فيها بكتيريا هوائية بتحلل المواد العضوية إلى مكوناتها الأساسية، واللي ما بتحلل بترسب في القاع. تمام؟ إذن المرحلة الثانية بيستعملوا فيها بكتيريا عشان تحلل مين؟ المواد العضوية. هل المرحلة الثالثة والأخيرة هي المعالجة الكيميائية. شو يعني معالجة كيميائية؟ بتخلصوا من الملوثات اللي بتضل من المرحلة الأولى ومن المرحلة الثانية. طبعا وفي نهاية المرحلة الثالثة، يعني المعالجة الكيميائية، بجففوا الحمأة، بجففوها عشان يستعملوها لسماد للتربة.
طيب سادس، خلينا مع بعض نحل أقوم تعلم وأتأمل في صفحة 92. نبدأ في السؤال الأول، ما أهمية معالجة المياه العادمة؟ إحنا إيش بنستفيد لما نعالج المياه العادمة؟ نستفيد منها بثلاث شغلات. واحد، هي الجواب هون، توفير مياه الشرب كونها تستخدم في الزراعة، يعني مياه شرب لمين؟ الزراعة، وري المزروعات، واستخلاص أسمدة من المادة الحمئة، مش المادة الحمئة، بستعملوا أسمدة للتربة، بالتالي بتزيد خصوبة التربة. وأيضا في أغراض صناعية، في أغراض صناعية. طيب السؤال الثاني، فسر كل مما يلي، يضاف الكلور في مرحلة معالجة المياه العادمة. ليش بضيفوا الكلور؟ لسببين، تعقيم المياه، تعقيم مياه وقتل الجراثيم، تعقيم المياه وقتل الجراثيم. وننتقل إلى فرع باء هون عندي، يتم تكثير البكتيريا في إحدى مراحل معالجة المياه العادمة. ليش بيكثروا البكتيريا في إحدى مراحل معالجة المياه العادمة؟ لأن البكتيريا تقوم بتحليل المواد العضوية إلى مكوناتها الأساسية. هاي فرع باء يا سادس، وهاي جواب فرع ألف. إذن لأن البكتيريا تقوم بتحليل المواد العضوية إلى مكوناتها الأساسية. هلا ننتقل إلى المثلث الثالث، هذا المثلث الثالث، هذا الثلاث. تخيل عدم وجود معالجة لمياه الصرف الصحي في محطات التنقية، فما الأضرار اللي بتتوقع في حدوثها؟ تخيل أن مياه الصرف الصحي ما بتتعالج، إيش رح يصير؟ رح يصير في عندي أربع شغلات. أول إشي استنزاف مصادر المياه النقية، رح نصير نستعمل المياه النقية في ري المزروعات وفي الصناعة، وأيضا انتشار الحشرات والبعوض اللي بنقل الأمراض، لأن الحشرات رح تتكاثر على مياه المياه العادمة. أيضا بتلوث المياه الجوفية، لأنه كل المياه العادمة وين رح تتسرب؟ إلى باطن الأرض، وبالتالي تتلوث المياه الجوفية وتتلوث مياه النهار والمحيطات، وأيضا رح تنتشر عندي الجراثيم والروائح الكريهة. هلا آخر سؤال، هل يمكن استخدام هون آخر سؤال أربعة، هذا أربعة، هل يمكن استخدام مياه الصرف الصحي لري المزروعات بأنواعها المختلفة؟ طبعا مش كل المزروعات بنستعملها لري، مش كل المزروعات بقدر أسقيها بمياه الصرف الصحي. إذا لا يمكن، لعدم خلو المياه المعالجة من المواد الكيميائية الضارة للإنسان. يعني مثلا ممكن إحنا نسقي مثلا الزريعة مثلا بمياه معالجة يكون فيها مواد كيميائية، وإذا كانت هاي مثلا الزريعة من المواد تثمر عندي ثمار، وإحنا أكلنا هاي الثمار، ممكن الإنسان إنه إيش يتسمم، بتضر الإنسان. ولهون يا سادس بنكون أنهينا أول جزء من الدرس، ويعطيكم ألف عافية.